قال أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إن خلافته تمددت في أنحاء العالم العربي، وأضاف البغدادي في كلمة منسوبة له: لم يتسنى للجزيرة التأكد من صحتها. قال أن الدولة الإسلامية تمددت إلى بلاد الحرمين واليمن ومصر وليبيا والجزائر، ودعا البغدادي في كلمته إلى تفجير ما سماها براكين الجهاد في كل مكان، وذكر أن عددا من المجموعات التي وصفها بالجهادية قد بايعت التنظيم. وأشار زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إلى أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد جماعته في سوريا والعراق هي معركة فاشلة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فايز الدويري، هو الخبير في الجماعات الإسلامية. دكتور، بداية، كيف تنظر إلى هذا التصريح الذي خرج من أبو بكر البغدادي حول تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان شتى منها مصر؟ أولا دعنا أؤكد على نقطة، إذا كان هذا التسجيل صحيح وبالتالي أنه منسوب حقيقة إلى أبو بكر البغدادي، فهذا التسجيل جاء بعد الغارة التي نفذت من قبل طائرات التحالف على منطقة القائم، لأنه تحدث في خلال هذا التسجيل عن إرسال أمريكا إلى 1500 مستشار عسكري جديد، مما يعني أنه نجا من الغارة التي دارت الأحاديث حولها بأنه قتل أو جرح. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، دعنا نؤكد أنه هو تحدث عن تمدد تنظيم الدولة إلى المناطق التي يتواجد فيها فروع لتنظيم القاعدة القديم أيام أسامة بن لادن، وهي تنظيم القاعدة في اليمن، تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في شمال إفريقيا. إذن هذه التنظيمات هي تنظيمات موجودة أصلا وتابعة لتنظيم القاعدة الأم في تورا بورا بقيادة دكتور، لكن هذه التنظيمات لم تكن مترابطة فيما بينها تحت إمرة قيادة واحدة. الجديد الآن أن ما يقوله أبو بكر البغدادي أن كل هذه التنظيمات أعلنت ولاءها الكامل له كخليفة للمسلمين حسب قوله، ولتنظيم الدولة الإسلامية ككيان جامع. ما مدى تأثير معادلة كهذه على الوضع؟ أوكي، دعنا الآن نعود إلى أصل الموضوع. عندما تم انضمام هذه الجماعات إلى تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان بقيادة أسامة بن لادن قبل أن يتم اغتياله، كانت هذه التنظيمات هي يعني لم تبايع كالمبايعة الحالية، ولكنها انضمت تحت اسم القاعدة وترك لها أسامة بن لادن حرية العمل والتخطيط. يعني لم يكن يصدر تعليمات، والظواهري من بعده لا يصدر تعليمات إلى القاعدة في اليمن، لا يصدر تعليمات وتوجيهات إلى القاعدة في الجزيرة العربية ولا في شمال إفريقيا. إذن هي انضوت تحت مسمى القاعدة، كما انضوى الزرقاوي عندما انشأ تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وبايع أسامة بن لادن. إذن البيعة هي البيعة مع اختلاف المسميات، كانوا يبايعوا أسامة بن لادن، الآن يبايع الخليفة، وبالتالي هذا الانضواء تحتها هو عبارة عن انضواء في الإطار الإعلامي وفي الإطار لكن ألا يعني هذا في غير الإطار الإعلامي، في الإطار التنظيمي، أن هذه التنظيمات وخاصة الموجودة منها في مصر كأنصار بيت المقدس ستتلقى تعليمات مباشرة وتوجيهات مباشرة من المركز حيث تنظيم الدولة الإسلامية في العراق؟ هو قدم لهم توجيهات بحثهم على القتال، حثهم على الجهاد، حثهم إلى غير ذلك، ولكن لا أنا أتحدث عن تكتيكات على الأرض وليس توجيهات عامة. أنا استمعت له أكثر من مرة، إنما ما أود أن أقوله أن هو أكد على جماعة بيت المقدس في سيناء، أكد عليهم في كلمته، وبالتالي دعاهم الى المساواه والى القتال. اخيرا دكتور، باختصار، هل من الممكن ان يكون لهذا الانضواء الجديد اثر متغير على الارض في الواقع الذي نحن فيه الان؟ انا اذا ما تم وتم التحقق من التسجيل وتم التحقق هو تم التحقق بالفعل من التسجيل حسب ما نشرت الكثير من وكالة الانباء. نعم، سيكون بالتالي العمل ضمن خطة استراتيجية عامة. هو تحدث عن الوصول إلى روما
هناك مبايعة من بوكو حرام في نيجيريا. إذا هو يتحدث عن الجغرافيا الإسلامية، يتحدث عن الجغرافيا الإسلامية، وبالتالي سيكون هناك تنسيق على المستويات الاستراتيجية العليا في كيفية إدارة العمل فيما بين هذه الولايات، لأنه سينصب ولاة وطالب الناس بالعمل بإمرة هؤلاء الولاة، وبالتالي إذا كان هناك تنسيق سيكون تنسيقا بين إدارة البغداد كبغدادي وبين الولاة المعينين في هذه المرحلة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور فايز، كنت معنا الخبير في الجماعات الإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن.